اهلا بيك يا هاني، ازيك؟ بخير الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله الحمد الحمد لله. لله حبيبي الحمد خسارة لله. قد تكون محبطة، لكن كمان الأداء يمكن هو اللي زعل الناس أكتر بالنسبة للأهلي النهاردة في مباراة سيمبا. اكيد طبعا كنا نتمنى النادي الاهلي يعمل نتيجة ايجابية، على الاقل يعني التعادل مش الخسارة. ده في اسوأ الظروف، يعني ان النادي الاهلي لو ما كسبش ما يخسرش. ده مظبوط. يعني بتلعب بطل قارة أفريقيا وثالث العالم في كأس الأندية في قطر، واللعيبة المفروض إن هم في نشوة بتاعة الانتصار موجودة. يعني ايوه عملنا ماتشات كويسة في كأس العالم للأندية، في دفعة كويسة في البطولة الأفريقية المفروض نبقى داخلين بيها. بدأنا بالمريخ السوداني، أعتقد إن النتيجة عملت يعني صدى عند الناس، كان نتيجة عالية وأداء عالي. وقلنا ماتش النهارده بتاع سيمبا ايوه هيبقى بالنسبه لنا ماتش يعني في المتناول، انما اعتقد ان موسيماني مفيش مشكله ان انت ممكن تعمل تشكيل غلط، انما المشكله ان انت تتمادى في الغلط. ايوه النهارده موسيماني انا بشوف ان هو يعني بلغه الكوره كان بيقاوح النهارده. النهارده انت ملعب ثلاثه ليه في وسط الملعب؟ يعني اليو ديانج وحمدي فتحي واكرم واكرم. توفيق، الثلاثه شبه بعض يا عيني. يعني النهارده مفيش صانع العاب. النهارده انت ما عاد قفشه ليه؟ النهارده أي يعني مش معنى لعبت مثلا الثلاثه بتوع وسط الملعب ما فيهمش السوليه، السوليه أي بتعتمد عليه الماتشات اللي فاتت كلها. لاعب مثلا السوليه واثنين تانيين من الثلاثه اللي هم بتوع نص الملعب تمام كان ممكن يبقى عندك حلول اكتر من كده. النهارده برضو التغييرات جت متاخره قوي. احنا دايما رد الفعل، يعني الفريق سيمبا دايما كنا يعني مضغوطين واحنا اللي بندافع غير العاده، يعني ده غير العاده بتاعت النادي الاهلي. ايوه انما خلي بالك لو جينا نتكلم في الشكل العام ده وارد في الكوره، وارد وارد ان مدرب ما يبقاش موفق في اختياراته للعيبه للمباراه بالنسبه للبدايات مظبوط. او التغييرات اللي حصلت. ده وارد في الكوره ان انت ما يبقاش يومك، وارد ان انت ما تبقاش في حالتك. البطل دايما اكيد بيبقى له كوابات، يعني كبوات بتيجي للبطل مظبوط. يعني على فترات، لازم كل فتره كده تلاقي كبوه موجوده يعني. انما النهارده هارد لك النادي الاهلي، واعتقد النادي الاهلي قادر ان شاء الله ان هو يعني يتخطى كل اللي جاي عنده. يعني المشوار لسه طويل ومش نهايه الكون يعني النادي الاهلي يخسر مباراه صح او كده يعني. صح طيب هل واضح الارهاق؟ يعني هل ضغط المباريات سواء في ال7 ايام بتوع كاس العالم 3 ماتشات وبعديها العوده لمواجهه المريخ ثم دلوقتي السفر ولعب سيمبا، لان الاهلي هيحول دلوقتي اهتمامه للدوري، هل ده يؤثر على الدوري؟ هل شايف انه في طريقه هتختلف بقى بالنظر، لان انت في الدوري بتكون صاحب السيطره وصاحب الاستحواذ وصاحب القوه المختلفه تماما عن باقي منافسيك، ولا الاداء يتاثر بالنتيجه بتاعت النهارده والاداء؟ لا طبعا النادي الاهلي خلي بالك، بس انت يعني قدر النادي الاهلي ولعبته ان هم بيلعبوا دايما كل 3 4 ايام مباراه، ده يعني اللعيبه خدت على كده خلاص. موضوع السفر والارهاق طبعا وارد ان يبقى في لعيبه مرهقه، لعيبه مثلا الرحله كانت طويله، الجو طبعا كان، انا اعتقد ان الحراره هناك كانت عاليه جدا والرطوبه، فبالتالي ده كلها ممكن تبقى عوامل تأثر على أداء اللعيبة في الملعب. ايوه يعني النهارده الرطوبة بتأثر، أنا لعبت في أفريقيا وأعرف مدى أهمية الجو بالنسبة لأفريقيا، لا الرطوبة بتأثر على اللعيب بشكل قوي جدا. معنى إن يبقى في رطوبة عالية معنى إن النفس هيبقى قليل، معنى إن القدرات البدنية هتبقى قليلة، معنى إن التركيز هيبقى برضو مش 100%، فده وضع طبيعي جدا موجود في تمام أفريقيا. إنما النهارده المفاجأة بالنسبة لنا فريق سيمبا، يعني فريق سيمبا النهارده أنا بالنسبة لي مفاجأة، مع إنه كسبان الماتش الأولاني خارج ملعبه، النهارده برضو بيكسب على ملعبه. وبعدين تاريخنا معاهم يا هاني بيقول إن إحنا يعني نتائجنا معاهم على ملعبهم مش إيجابية، إحنا لعبنا معاهم 4 ماتشات مظبوط صح ماتشين على ملعبهم صح هم كسبونا فيهم، وماتشين في مصر احنا كسبناهم فيهم، ايوه فالنتائج تقريبا 50 50. فالنهارده لا انت يعني موسيماني لازم يعيد ترتيب افكاره الفتره اللي جايه، ولازم يعرف ان الـ يعني انت مطالب
والجماهير مش عايزه غير كده، يعني صح. دايما مطالب ان انت تكسب ما تكسب تخسرش، مظبوط. تتعادل بره ملعبك ما تخسرش. هو ده قدر مال اي مدرب هيمسك نادي الاهلي. النادي الاهلي كبير وعظيم، يعني دايما عايز يكسب، يعني اي بطوله بيخش فيها هو الهدف الاولاني التركيز في المكسب. تمام كابتن عمارة، انا بشكرك، هارد لك بعد الخسارة النهاردة.